السلام عليكم. من الحاجات الجميلة في ريفت 2023 إن أنا أقدر أضيف جوه الفاميلي، أضيف في الباترن وأقدر أربطها ببرامتر. يعني في ريفت مثلا 21 لو عملت سيلكت على الفاميلي وقلت له إيديت فاميلي وقلت له أنا عايز أبدأ أرسم ودخلت على القائمة بتاعت أنوتيت، هتلاقي فيه ماسك بس مفيش هنا في الباترن. طيب نروح بقى على ريفت 2023، نعمل سيلكت على الفاميلي واقول له ايديت فاميلي، هنا في 3 دي اقول له من انوتيت، هلاقي فيلد ريجن مش فعاله معايا. تمام، هنفعلها دلوقتي مع بعض. هي الفكره كلها ان احنا في 3 دي، فمجرد تروح للتشغيل. بس قبل ما اروح هاجي هنا على ورك بلان واقول له بيك ابلان واعمل سيلكت على دوت، شو يبدأ يظهر. تمام، طيب نروح بقى على الانوتيت وتقول له في الريجند وتبدأ تختار مثلا من هنا لهنا. اوكي، عمل لك الباترن اهوت. فهتدخل هنا بقى في الايديت تايب وتيجي تعمل سيلكت بقى على تغير الباترن، اقول له اعمل لي برومتر جديد وسميه بيت وتخليه مثلا طيب او انستنس لو انت حابب. اوكي، وتحمله في المشروع اللي انت عايزه. تمام، تقدر تعمل سيلكت على الفاميلي وتلاقي الباترن الموجود اهوت، تقدر تختار اللي انت عايزه. واخد بالك من الباتر، لو غيرنا المقاس هيظهر معايا بالشكل دوت. تقدر تعمل سيلكت وتيجي هنا على الباتر وتختار زي ما انت عايز.